بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو حنتكلم عن congenital heart disease. كلمة congenital تعني مرض موجود منذ الولادة، فتعريفها هي defects arise during embryogenesis، هي عبارة عن عيوب خلقية تظهر في أثناء عملية تكون الأعضاء، وعادة هذه تكون موجودة من الأسبوع الثالث إلى الأسبوع الثامن، هي الفترة اللي يتم فيها تكوين الأعضاء في الجنين. الانسيدنس حوالي 1% of live births. الديفكتس هذه في العادة تكون سبوراديك، يعني ما ليهاش علاقة بالوراثة، يعني هذه عبارة عن developmental defects تحصل غالبيتها يكون unknown cause حوالي 90%، وبعض منها يكون مصاحب لبعض الأمراض زي الجينيتك ديسوردر زي الداون سندروم والتيرنر سندروم، أو تعرض المرأة الحامل للإنفكشنز خصوصا في الفيرست تريمستر، مثلا الروبيلا كونجينيتال روبيلا سندروم والسيفيلس، او دراجز بعض الادويه اللي تاخذها المراه الحامل ماتيرنال ديابيتس، او تعرض المراه للايونايزنج راديشن زي الاكس راي. الكونجينيتال هارت ديزيز في العاده هذه حتسبب في وجود شنتنج، يعني فيه وصله او اتصال ما بين الليفت والرايت سيركوليشنز، ما بين السيستميك سيركوليشن اللي هي الاكسجينيتد بلاد والبلمونري سيركوليشن اللي هي النون اكسجينيتد بلاد. طبعا على حسب نوع الشنت هنا حيكون البريزنتيشن. ففي عندي نوعين من الشنتس، فيه رايت تو ليفت شنت لما يكون انتقال البلاد من الرايت سايد الى الليفت سايد، يعني النون اكسجينيتد بلاد اللي موجود في الرايت سايد ينتقل الى الاكس الأكسجينيتد بلاد الموجود في الليفت سايد. طبعا هنا حيصير في اختلاط الأكسجينيتد بلاد، هنا حيختلط بالنون أكسجينيتد بلاد، يعني الأكسجين ساتيوريشن حتنقص، وهذا حيسبب في هيبوكسيميا وحيسبب في ظهور السيانوسز إيرلي سيانوسز، يعني منذ البداية منذ ولادة الطفل حيكون موجود عنده السيانوسز. ولهذا المجموعة هذه من الأمراض تسمى بالسيانوتيك كونجينيتال هارت ديزيز. المجموعة الثانية اللي يكون فيها left to right shunt، left to right يعني البلد حينتقل من left side اللي هو oxygenated إلى right side non-oxygenated. في الحالة هذه في البداية طبعا الarterial oxygen saturation حيكون normal، مش حيتأثر، فمش حيظهر السيانوسز، ولهذا حتكون asianotic، يعني ما فيش أعراض سيانوسز على الطفل منذ الولادة. ولكن طبعا انتقال البلد هذا حيسبب في زيادة في كمية البلد اللي موجودة في الرايت سايد. طبعا زيادة كمية البلد هنا الرايت سايد لو بريشر سيركوليشن هي، فزيادة البلد حيؤدي إلى زيادة البريشر في الرايت سايد ومنها في اللنج. زيادة البريشر حيسبب في بالمونري هايبرتنشن، البالمونري هايبرتنشن هذا حيرفع لك من البريشر اللي موجود في الرايت سايد وموجود في البالمونري سيركوليشن. البالمونري ارتريوز حيصير فيها تيكنينج في الوولز متاحها نتيجة زيادة البريشر، فهذا حيعطيك بيرمينانت بالمونري هايبرتنشن. لما يصير في بالمونري هايبرتنشن الضغط اللي موجود في الرايت سايد حيكون أعلى من الضغط اللي موجود في الليفت سايد، فحتنعكس الشنط، حينتقل البلد تو في الاتجاه المعاكس من الرايت سايد إلى الليفت سايد. لما ينتقل في الاتجاه هذا فحيكون فيه ميكسينج للبلد، الارتيريال بلد الاكسجينيتد بلد حيختلط بالنون اكسجينيتد بلد، وحينقص الساتوريشن في الاكسجين ساتوريشن في السيستميك سيركوليشن، وهنا حيظهر بعدين السيانوسز، ولهذا يسموا فيها ليت سيانوتيك كونجينيتال هارت ديزيز. طبعا الكومبليكيشن هذا اللي هو ريفيرسال اوف ذا شانت هذا ما يسمى بالايزنمنجر سيندروم. يبقى شنو هو الايزنمنجر سيندروم اللي يسمى ايضا تارديف سيانوزيس؟ تارديف تعني ليت سيانوزيس. الايزنمنجر سيندروم از ديفايند از ا بروسيس ان ويتش لونج ستاندينج ليفت تو رايت شانت كوزز بالمونري هايبرتنشن اند ايفينشوال ريفيرسال اوف ذا شانت انتو سيانوتيك رايت تو ليفت شانت. اذا الشانت اللي في الاصل كانت ليفت تو رايت نتيجة ظهور البلمونري هايبرتنشن وارتفاع الضغط في الرايت سايد، حتنعكس الشنط ريفيرسال اوف ذا شنط، وحينتقل البلد من الرايت سايد الى الليفت سايد، وحينتج عنا السيانوسز.
طبعا الاعراض اللي تكون موجوده في ايزنمنجر سندروم هي البلمونري هايبرتنشن، الرايت فنتريكولر هايبرتروفي، البوليسايثيميا فيرا اللي هي زياده عدد الريد بلاد سيل نتيجه الاريثروبويتين هرمون، حيصير ستيميوليشن وحيزيد البرودكشن اوف ريد بلاد سيل، كلابينج اند سينوس. طبعا الكلابينج اللي هو نقصد به ان الانجل اللي موجوده طبيعيا عند النيل بيد، هذه الانجل هذه حيصيرها اوبليتريشن، حيصير في اوفر جروث في الانترستيشيال تيشو اللي موجود في النيل بيد. فشوف انا هذا النورمال في ويندو ما بين في الانجل بتاع النيل بيد، فيه ويندو موجوده الفراغ هذا في حاله الكلابينج لما يكون في اوفر جروث حتختفي الزاويه هذه، الانجل هذه الويندو هذه حتختفي نتيجه الاوفر جروث. طبعا الباثوجينيسيس بتاعها يصير هو في الكرونيك ديس اوردر اللي يكون معها هايبوكسيميا، فالهيبوكسيميا حتسبب في فازو دايلاتيشن في السمول ارتريوز اللي موجودة عند الأطراف بالذات عند الأنجل أوف نيل بيد نتيجة وجود فازو دايلاتر، في فازو دايلاتر ايجنتس حتسبب في انكريز البلاد فلو، زيادة البلاد فلو حيدير ستيميوليشن للانترستيشيال تيشو هنا باش يصير لأوفر أجروث. يبقى هذا واحدة من العلامات of cyanotic congenital heart disease اللي هو وجود الكلابين. أيضا السيانوسز اللي هو البلوش أكسجينيش البلوش ديسكالاريشن اللي نشوفوه عند في الـ في الـ في الـ في النيل بيد. طبعا هذا انديكيت ان ديكريز الأكسجين ساتوريشن في السيستميك سيركوليشن. Classification of congenital heart disease، إذا تقسم congenital heart disease إلى ثلاثة أقسام رئيسية. القسم الأول هو يكون فيه left to right shunt اللي قلنا اسمها asyanotic or late asyanotic congenital heart disease، وهذه فيها ثلاثة أمراض اللي هي الventricular septal defect، الأتريال septal defect، والbatent ductus arteriosus. القسم الثاني اللي هو right to left shunt، هذه asyanotic congenital heart disease بيكون السيانوسس موجود فيها منذ البداية وتشمل التترولوجي اوف فالو، ترانسبوزيشن اوف جريت ارتري، بيرزيستنت ترانكس ارتريوزس، ترايكسبيد اتريزيا، وحنتكلموا على كل واحدة منهم بشوية تفصيل. النوع الثالث اللي هو اسمه اوبستراكتيف كونجينيتال هارت ديزيز، هذا مش حيكون فيه سيانوزز لكن حيكون فيه اوبستراكشن للبلاد فلو. الاوبستراكشن هذا ممكن يكون موجود في الاورطة فيسموها كواركتيشن اوف اورطة، او ممكن يكون موجود في الاورتيك فالف، اورتيك فالف ستينوزز، اور بالمونري فالف ستينوزز. فهذه حتسبب في زيادة البريشر، بريشر اوفرلود على الهارت، وهذا حيسبب في هارت فيلير لكن مش حيكون موجود معها سيانوسز. إذا نبدو ناخذ فكرة على كل مرض من الأمراض هذه، نبدو بالventricular septal defect الاختصارة VSD. طبعا هذا هو الموست كومن congenital heart defect، لما يسألك شنو الموست كومن تايب اللي هو حتقول VSD. فالVSD هو defect في السبتم that divide the right and left ventricle، فهذا السبتم اللي يفصل ما بين الرايت والليفت فنتريكل هتلقى فيه defect موجود. الدفكت هذا ممكن يكون موجود في الممبرينس بارت أو ممكن يكون موجود في المسكولار بارت of the septum. طبعا الدفكت هنا زي ما عارفين أن الليفت سايد حيكون البريشر أعلى من الرايت سايد، فحينتقل البلد من الليفت to right، فحيكون في left to right shunt. left to right shunt يعني الأكسجينيتد بلاد حيمشي للرايت سايد. هنا مش حيكون في سيانوس زي ما قلنا لأن الأكسجين ساتوريشن في السيستميك سيركوليشن نورمال مش حيتأثر، فمش حيظهر عليه السيانوس في البداية. السيانوس حيظهر في مرحلة متأخرة إذا لم يتم معالجة المريض. إذا results in left to right shunt, size of the defect determine the extent of shunting and age of presentation. Small defects are often asymptomatic, large defects can lead to Eisenminger syndrome. يبقى نمثلوها على الدياجرام هذا، فعندنا هذا الرايت اتريوم وهذا الليفت اتريوم والرايت فنتريكل والليفت فنتريكل، وهنا عندي الدفكت موجود الفنتريكولر سبتال دفكت. لما يكون small defect يعني كمية البلد اللي حتنتقل حيصير لها شانتينج من لفت للرايت حتكون سمول، وهنا مش حتزيد من البريشر في الرايت سايد بشكل كبير، فهنا حتكون في العادة اسيمتوماتيك مش حتكون لها كومبليكيشنز، وفي العادة هذه كلوز سبونتينيوسلي. لكن لما يكون لارج ديفكت فهنا كمية البلد اللي حتنتقل حتكون كمية كبيرة وحتزيد لك من البريشر اللي موجود في الرايت سايد وفي البلمونري سيركوليشن، وهذا مع الوقت حيسبب لك في إيزنمنجر سندروم اللي هو عرفناه قلنا عبارة عن ريفيرسر اوف ذا شنت،
فحيصبح اتجاه الشنط من الرايت الى الليفت النون اوكسجينيتد، حيمشي الى الاوكسجينيتد سايد وحيسبب في سيانوسز، وهذه اللي هي يسموها فيها ايزنمنجر سيندروم. ولهذا طبعا ايزنمنجر سيندروم تعتبر ايريفرسبل، وانس ديفلوب تعتبر ايريفرسبل، لان فيكون في تيكنيك في البلمونري ارتريولز، وهذا حيسبب في بيرمننت اليفيشن في البلمونري بريشر. فهنا لازم التريتمنت مهم جدا، لازم تعمل سيرجيكال كوركشن وكلوجر للديفكت as soon as possible اذا كان هو ديفكت لارج، بينما سمول ديفكت اسمي كلوز سبونتينيوسلي. الديسوردر الاخر هو الاتريال سيبتال ديفكت ASD، هو ديفكت في السيبتم ذات ديفايد ذا رايت اند ليفت اتريا، فيكون في عندك فتحة ما بين الليفت والرايت اتريوم. طبعا المسكومن تايب هو الاوستيوم سكندوم 90% اوف ذا كيسز. طبعا هذا الاوستيوم سكندوم، هذا الاوستيوم برايمم، هما الاوستيوم برايمم والاوستيوم سكندوم هذوما عباره عن بيكون عباره عن فتحات تكون موجوده في الامبريوجينيسيس. الاول يظهر اللي هو الاوستيوم برايمم او يسمى بالبرايمري اوستيوم، هذا حيعمل لك شنط ما بين الليفت سايد والرايت سايد. طبعا في حاله الامبريوجينيسيس في الانترايوتيرال لايف حيكون اللنج نون ديفلوبد، يعني ما اللنج ما تشتغلش، فلازم يكون في شانتنج للبلد اللي جاي من البلاسينتا اللي هو الاكسجينيتد بلد اللي جاي مع البلاسينتا، حيصب في الرايت سايد ومنه حينتقل للليفت سايد ومنه يمشي للسيستميك سيركوليشن. فالفتحه الاولى اللي حتتكون هي اسمها البرايمري اوستيوم، بعدين تتسكر وتفتح بعدها اللي هي السكندري اوستيوم، وبعدين حتى هي تتسكر. فالمفروض ان ما ات بيرث ما يكونش موجودات هذه، لكن لما تكون بيرزيستنت اوستيوم فهنا حيسبب لك في اتريال سيبتال ديفكت. الاوستيوم سكندم هو المسكومه 90% من الحالات، والاوستيوم برايمم بيكون اسوشيتد وذ داون سيندروم. الاتريال سيبتال ديفكت ريزلتس ان ليفت تو رايت شانت، طبعا هنا الليفت اتريوم وهذا الرايت اتريوم، وهنا عندك الديفكت موجود، فحينتقل من الهاي بريشر الى اللو بريشر، فهذا الليفت تو رايت شنط، حيسبب فيه سبلت اس 2 اوسكالتيشن اللي هو السكند هارت ساوند. طبعا السكند هارت ساوند اللي هو سببه اللي هو كلوجر اوف بالمونري اند اورتيك فالف، المفروض انه يسكروا في نفس الوقت، فحتسمع اللي هو السكند هارت ساوند. لكن هنا نتيجه ان زياده فيه البلد كمية البلد فلو في الرايت سايد أعلى من الليفت سايد، كمية البلد اللي موجودة في الرايت سايد أكبر من الكمية الموجودة في الليفت سايد، فهنا الكلوجر بتاع البلمونري أرتري حيتأخر، أو البلمونري فالف، الكلوجر أو البلمونري فالف حيتأخر على الأورتيك فالف، فهنا حيصير في سبليتنج، حتسمع الصوت كأنه مقسوم إلى جزئين نتيجة تأخر الكلوجر أوف أو بالمونري فالف. ليش؟ قلنا لأن كمية البلد اللي موجودة في الرايت سايد حتكون أكبر. أيضا من ضمن الكومليكيشنز تصير مع الاس دي اللي هو البارادوكسيكال إمبولاي. بارادوكسيكال إمبولاي لما تتكون الإمبولاس مثلا زي في الدي في تي في الديب فينا ترومبوسز، وتنتقل الإمبولاس مع الفينس سايد وتصب في تصب في الرايت اتريوم، ففي الرايت اتريوم تمشي وين مفروض هي تمشي وين لللنج، من الرايت فنتريكل ومنها الى اللنج، لكن هنا شو يصير في البارادوكسيكال امبولاي تنتقل الى الليفت سايد مباشره، فتحصل فيها اللي هو تسبب لك في سيستميك امبوليزم، فهذه تسمى بالبارادوكسيكال امبولاي. هذه موجوده عندك هي في الصوره، هذه ترومبس موجوده اللي هي ثرومبو امبوليزم موجوده في الاتريال سيبتال ديفكت. القسم الثالث من الديسوردر اللي تسبب في ليفت تو رايت شانت اللي هو البيتنت داكتس ارتريوزس بي دي اي. داكتس ارتريوزس طبعا هذه عباره عن هذه في الامبريولوجي، هذه بتوصل ما بين الاورطه وما بين البلمونري ارتري، يعني هذه الاكسجينيتد بلد اللي يجي من البلاسينتا اللي حيصب في الرايت سايد اوف ذا هارت حيمشي مع البلمونري ارتري ومنها ينتقل الى الاورطه ومنها الى السيستميك سيركوليشن. المفروض هذه تتسكر بعد الولاده، المفروض انها تتسكر، فاستمرارها هذا يسمى بالبيتنت داكتس ارتريوزس.
طبعا البيتا دكتوسارتريوزس مكانها بيكون بعد البرانشينج نتاع الجريت فيسلز، بعد البرانشينج اوف ذا جريت فيسل تكون البيتا دكتوسارتريوزس موجوده، هذا الاورطه وهذا البلمونري ارتري، فالبريشر هنا اعلى من الليفت سايد، اعلى من الرايت سايد، فحينتقل البلد من الليفت تو ذا رايت سايد، فحيصير فيه طبعا زي ما قلنا مش حيكون فيه سيانوسس في البداية لأن السيستميك سيركوليشن قاعدة كلها أكسوجينيتد بلد ما فيش ميكسينج، لكن لما يصير فيه إيزنمنجر سيندروم، لما يصير فيه عندك بلمونري هايبرتنشن نتيجة زيادة البلد فلو في الرايت سايد، فهنا حتنعكس الشنط وحتسبب لك في سيانوسس. إذن البيت انتكتس أرتريوزس، failure of ductus arteriosus to close associated with congenital rubella، تعرض المرأة في أثناء الحمل للإنفكشن بالروبيلا فيروس، هذا أحد الأسباب المهمة اللي تسبب في بيت انتكتس أرتريوزس، results in left to right shunt between the aorta and the pulmonary artery. في البداية تكون asymptomatic at birth with continuous machine like murmur may lead to Eisenmenger syndrome resulting in lower extremity cyanosis، فهنا السيانوسس حيكون ميلي موجود في اللور اكستريميتي زي ما شايفين هنا الكلابينج، في كلابينج وفي سيانوسس موجود عند التو نيلز البلوش ديسكالريشن اللي نشوفه فيه هنا. ليش في اللور اكستريميتي؟ في اللور اكستريميتي زي ما قلنا لان البي دي اي هذه موجوده بعد البرانشينج اوف ذا جريت artery، فالجريت artery هذه بتاخذ الاكسجينيتد بلاد من الليفت فنتريكل من الاورطة وحتمشي الى الابر اكستريميتي والهيد والنك، فهذا كله حيكون اكسجينيتد بلاد، يعني مش حيكون في سيانوسس في الابر اكستريميتي، بينما اللور اكستريميتي حيكون حيجيها النون اكسجينيتد بلاد من البيت الدكتس أرتريوزس وحتسبب لك في سيانوسس موجود in the lower extremity. التريتمنت انفولفز اندوميتاسين، طبعا الاندوميتاسين درج هذا شي بيدير ديكريز للبروستاجلاندين اي، طبعا بروستاجلاندين اي هو المسؤول عليه فتح الدكتس أرتريوزس، يعني وجود البروستاجلاندين إي بيخلي الدكتس أرتريوزس مفتوحة، فالإندوميتاسين بيعمل إنهيبيشن للبروستاجلاندين إي، فهذا حيسكر الدكت، هذا حيسبب في كلوجر أوف ذا بيتن دكتس أرتريوزس. ننتقل الآن إلى الديسوردرز اللي هي associated with right to left shunt، والديسوردرز هذه تسمى بالسيانوتيك congenital heart disease لأنها تكون مصحوبة بإيرلي سيانوسس، السيانوسس حيظهر على الطفل منذ الولادة، والأمراض هذه حتشمل التترالوجي of fallow transposition of a great artery persistent truncus arteriosus and tricuspid atresia. نبدأ بأول ديسوردر اللي هو تترالوجي أوف فالو، طبعا تترالوجي يعني هذا مكون من أربع مكونات، تترا يعني أربعة وفالو طبعا التي سايلنت لا تنطق فينطق فالو، اللي هو ديسكريبشن للشخص اللي قام بوصف المرض هذا. الرباعية هذه تتكون من أربع حاجات طبعا مختصرة في كلمة بروف، بروف اللي هي اختصار الحرف الأول من كل مكون، فهذه تتكون من بالمونري استينوسس، فلما نجون نمثله هنا على الدياجرام عندنا هنا في البالمونري فالف حيكون في بالمونري استينوسس، رايت فنتريكولر هايبروتروفي حيكون عندك هايبروتروفي في الرايت فنتريكل نتيجة البالمونري استينوسس وزيادة البريشر في الرايت فنتريكل، اوفر رايدنج اورتا and VSD، طبعا حيكون عندك VSD حيكون في defect ما بين الرايت فنتركل والليفت فنتركل، وحيكون الأورطة البوزيشن متاعها يقع مباشرة فوق ال VSD، هذه معنى كلمة overriding أورطة، override يعني موجود على فتحة ال VSD. إذن هذه هي المكونات الأربعة للتترالوجي أوف فالو، المكونات هذه مهمة جدا. مرة ثانية أول مكون هو البلمونري استينوسز، طبعا هذا المين ديفكت في الديزيز اللي هو البلمونري استينوسز لأنه هو اللي حيترتب عليه الكلينيكال مانيفستيشنز اللي تظهر على المصاب بعدين. ف
فالبلمونري ستينوسيس كل ما زاد كميه ستينوسيس طبعا كل ما زاد السيفيريتي والمانيفستيشن اوف ذا ديزيز. نتيجه وجود ستينوسيس حيزيد عندك البريشر في الرايت فنتريكل فحيكون مصحوب برايت فنتريكولار هايبرتروفي، حيكون في في اس دي فتحه ما بين الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل، وحيكون في اوفر رايدنج اورطا يعني ان الاورطا يقع مباشره فوق فتحه الفي اس دي. كويس طبعا كيف تو الهيمودينامكس في الديزيز هذا؟ البلد حيمر من الرايت اتريوم الى الرايت فنتريكل. في داخل الرايت فنتريكل طبعا باعتبار انه حيكون عندك في بلمونري ستينوسز فحيكون من الصعب على البلد انه يمشي من خلال البلمونري فالف الى البلمونري سيركوليشن، فحيكون الخيار الاسهل لي انه يمشي من خلال الفي اس دي ويمر عن طريق الأورطة ومنها يمشي إلى السيستميك سيركوليشن. يبقى هنا عندك في رايت تو ليفت شنط يعني إن النون أكسجينيتد بلد حيدخل إلى الأرتيريال سيركوليشن وحيعمل لك ليس أكسجينيشن أوف ذا أرتيريال بلد، وهذا حيسبب في هايبوكسيميا أند سيانوسيس. طبعا الرايت تو ليفت شنط ليدس تو ايرلي سيانوسيس، السيانوسيس حيكون موجود منذ البداية يعني منذ ولادة الطفل. degree of cyanosis of stenosis determines the extent of shunting and cyanosis، يعني ان كل ما كان البلمونري stenosis more severe كل ما كان shunting of the blood من right to the left حيكون more severe، وهذا حيزيد من الهيبوكسيميا وحيزيد من السيانوسيس على المريض. كل ما كان البلمونري ستينوسيس مايلد يعني ان كميه اقل من البلد حيصير لها شانتنج، والكميه الاكبر حتمشي من خلال البلمونري فالف الى البلمونري ستينوسيس. الى اذا العمليه هذه هي ديناميك يعني حيكون على حسب درجه ستينوسيس اللي تكون في البلمونري فالف هي حتكون المانيفستيشنز اللي تظهر على المريض. نقطة ثانية مهمة ان المرضى اللي عندهم تترولوجي اوف فالو ما يصابوش بالبلمونري هايبرتنشن. البلمونري هايبرتنشن يوجوالي داز نوت اوكر ان بيشنت ويت تترولوجي اوف فالو. ليش؟ لان كمية البلد اللي حتمشي للبلمونري سيركوليشن حتكون محدودة باعتبار ان في بلمونري ستينوسيس، اذا كمية البلد اللي حتمر الى البلمونري سيركوليشن مش حتكون كبيرة حتكون قليلة، وهذا مش حيزيد البريشر في البلمونري سيركوليشن. هذا بعكس الديسوردرز اللي حكينا عليهم في القسم الاول اللي هم قلنا يكون عندهم ليفت تو رايت شنط، قلنا في الحاله هذه حيزيد من كميه البلد اللي حتدخل للبلمونري سيركوليشن، وهذا حيسبب في النهايه في بلمونري هايبرتنشن وفي ايزنمنجر سيندروم. هنا في القسم هذا مش حيكون عندك بلمونري هايبرتنشن يعني كمية البلد اللي حتمر للبلمونري سيركوليشن مش حتكون كبيرة. ليش؟ لأن في عندك بلمونري استينوسيس وهذا بيحد من كمية البلد اللي حتدخل للبلمونري سيركوليشن. طبعا الكلينيكال مانيفستيشنز الطفل حيكون عنده سيانوسيس حتظهر عليه أعراض السيانوسيس بعد الولادة مباشرة أو في الأشهر القليلة بعد الولادة، وتكون فيه نوبات يكون فيها درجة السيانوسيس كبيرة وسيفير، هذه يسموا فيها بالسيانوتيك سبيلز أو التيت سبيلز، والنوبات هذه تكون في أثناء نوبات الكراينج أو في أثناء عملية الفيدينج أو في أثناء عملية الديفيكيشن. في أثناء العمليات هذه حيكون في ديكريز في السيستميك سيركوليشن، ديكريز في البريفرال فاسكولار ريزيستنس، والبلد بريشر حينقص، فهذا حيسهل من دخول البلد من الرايت فنتريكل إلى الأورطة يعني حيزيد من الشنطينج أوف ذا blood from right side to the left side يعني more blood non-oxygenated blood حيدخل إلى arterial circulation، وهذا حيسبب في cyanotic spills or tet spills. طبعا علاج النوبات هذه اللي هي في وضع يسمى بالسكواتينج، السكواتينج اللي هو وضع القرفصاء ان يكون الني موجودة على الشست، الني موجودة على الشست يعني الوضع هذا لما تكون الني موجودة على الشست مباشرة وضع القرفصاء هذا حيزيد من البريفرال ريزيستنس وحيزيد من البلد بريشر في السيستميك سيركوليشن، فلما يزيد البريشر
في السيستميك سيركوليشن، هذا حينقص من كمية الشنطين، كمية البلد اللي تدخل الأورطة حتنقص وحيمشي البلد أكثر إلى في اتجاه اللي هو البلمونري فالف إلى البلمونري سيركوليشن. إذن في نوبات تجي للأطفال المصابين سموا فيها التيتس بيلز أو سيانوتيك بيلز، هذه يكون علاجها عن طريق وضعية القرفصاء سكواتينج، لأن زي ما قلنا السكواتينج حيزيد انكريز الارتيريال ريزيستنس وهذا حينقص من الشنطينج and allows more blood to reach the lungs. في كاركترستيك فايندينج نلقوه موجود في الاكسري اللي هو يسموه بوت شيبد هارت اون اكسري، لما تزيد تشوف الهارت حتلقاه اللارجد يشبهوا فيه بحذاء البوت. طبعا ليش المنظر هذا؟ نتيجة وجود رايت فنتريكولر هايبرتروفي. السبب في المنظر هذا هو رايت فنتريكولر هايبرتروفي، حيكون فيه هايبرتروفي في الرايت فنتريكل وهذا حيسبب فيه تضخم للهارت وكارديوميجالي شبه فيه بالبوت شيبد هارت. Transposition of the great vessels، كلمة transposition يعني تبادل المواضع، يعني حيكون في تبادل المواضع ما بين the great vessels of the heart اللي هم ما بين الأورطة والبلمونري، يعني إن الأورطة حيكون طالع من الرايت فنتريكل والبلمونري أرتري حيكون طالع من الليفت فنتريكل. اوكي الهيمودايناميكس اوف ذا بلاد حتكون بالشكل هذا، اذا السيستميك سيركوليشن حترجع وتصب في الرايت اتريوم، من الرايت اتريوم الى الرايت فنتريكل، ومن الرايت فنتريكل حتصب في الاورطه، هذا كله نون اوكسجينيتد بلاد حيصب في الاورطه وحيمشي مره ثانيه للسيستميك سيركوليشن. اذا السيستميك سيركوليشن كلها حتكون نون اوكسجينيتد بلاد ومفصوله عن السيركوليشن الثانيه. السيركوليشن الثانيه اللي هي جايه من اللنج حتصب في الليفت اتريوم ومنا إلى الليفت فنتريكل ومنا في البلمونري أرتري وترجع مرة تانية إلى اللنج. إذن هذه اللي هي البلمونري سيركوليشن، هي الأكسجينيتد بلد حيكون في حلقة مفصولة عن السيستميك سيركوليشن. ففي الحالة هذه المريض مش حيقدر يعيش لأن السيستميك سيركوليشن بالكامل حتكون أكسجينيتد، فلابد من عملية اللي هو السيرجيكال ريبير. لكن قبل السيرجيكال ريبير إلى عندما يكون البيشنت قادر على أن يجرى لي عملية لازم تدير شنط. الشنط هذه في العادة تكون في شكل BDA، يعني بتخلي الدكتس أرتريوزس بيتن تخليها مفتوحة علشان البلد ينتقل من الليفت سايد إلى الرايت سايد، فهنا يصير فيه ميكسينج للبلد في السيستميك سيركوليشن ويكون فيه أكسجينيشن في السيستميك سيركوليشن. فكيف تخلي الدكتس أرتريوزس بيتنت؟ عن طريق إعطاء دواء اللي هو البروستاجلاندين إي. قلنا أن البروستاجلاندين إي يحافظ على الدكتس أرتريوزس مفتوحة، فتعطي البيشنت بروستاجلاندين إي إلى حين ما يكون مؤهل لإجراء عملية اللي هي عملية جراحية وسيرجيكال ريبير. الديسوردر هذا في العادة حيكون associated with maternal diabetes، مهمة جدا maternal diabetes associated with transposition of the great vessel، presents with early cyanosis، pulmonary and systemic circuits do not mix، creation of shunt allowing the blood to mix after birth is required for survival. إذا المرضى هادو علشان يكونوا قادرين على الحياة لازم إنك تعملهم شنط إلى حين ما تعملهم اللي هو السيرجري. البروستاجلاندين E can be administered to maintain a BDA until definitive surgical repair is performed results in hypertrophy of the right ventricle and atrophy of the left ventricle. طبعا الهايبرتروفي of the right ventricle ليش؟ لأن الرايت فنتريكل حيكون متصل بالأورطة اللي هو الهاي بريشر سيركوليشن، حيكون فيه هايبرتروفي، بينما الليفت فنتريكل حيكون متصل بالبلمونري ارتري اللي هو لو بريشر سيركوليشن فحيحصل فيه اتروفي. الديسوردر اللي بعده بيرزيستنت ترانكس ارتريوزس characterized by a single large vessel arising from both ventricles. يعني في الديسوردر هذا حيكون عندك one large vessel، large vessel هذا حيطلع من الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل مع بعض. طبعا في الامبريونيك ديفلوبمنت ديورينج الانترا يوتيراين ديفلوبمنت كيف يتكونوا الاورطه والبلمونري؟ في الاصل هم يطلعوا كون فيسل، كون لارج فيسل اسمها ترانكس ارتريوزس، ومع الانترا يوتيراين ديفلوبمنت حينفصل تدريجيا الفيسل هذا
وحيكون لك الأورطة والبلمونري أرتري كومبليتلي سيبريتد، مفصولات بالكامل على بعض. لكن لما يكون فيه فيلير أوف سيبريشن يعني ترانكس أرتريوزس، حتستمر as one vessel، يعني الطفل يولد بالعيب الخلقي هذا إن ترانكس أرتريوزس لم تنفصل. فهنا شن بيصير؟ إن البلد اللي طالع من الرايت فنتريكل والبلد اللي طالع من الليفت فنتريكل هم الزوز حيصير لهم ميكسينج مع بعض، وبعدين طبعا الأكسجينيتد بلد اللي جاي من الليفت فنتريكل حيختلط مع النون أكسجينيتد بلد اللي جاي من الرايت فنتريكل. فهنا الأكسجينيشن أوف ذا بلد حيقل، وجزء منه حيمشي مع البلمونري أرتري وجزء منه حيمشي مع الأورطة. فهنا حيكون فيه لس أكسجينيتد بلد في الأرتيريال سيركوليشن، وهذا هو اللي بيسبب فيه السيانوسز. فالبريزنس وذ ايرلي سيانوسز لان الدي اوكسجينيتد بلاد فروم ذا رايت فنتريكل ميكسز وذ ذا اوكسجينيتد بلاد فروم ليفت فنتريكل بيفور بالمونري اند اورتيك سيركوليشن سيبريت. الديسوردر الاخر في المجموعه هذه اللي هو ترايكسبيد اتريزيا. كلمة تريكسبيد أتريزيا تعني إن تريكسبيد فالف أوريفيس فيلز تو ديفلوب، يعني إن تريكسبيد فالف مش هيتكون، مش هيكون في فتحة في تريكسبيد فالف، حتكون الفتحة دي مسكرة. إذا هذا عيب خلقي، حيكون الفتحة تريكسبيد فالف مسكرة، يعني إن البلد اللي في الرايت أتريوم مش هيقدر يمشي للرايت فنتريكل. في العادة حيكون موجود أتريال سيبتال ديفكت، والأتريال سيبتال ديفكت هذا حينتقل من خلال البلد من الرايت أتريوم إلى الليفت أتريوم ومنه إلى الليفت فنتريكل، يعني حيكون عندك فيه رايت تو ليفت شنط، يعني النون أكسجينيتد بلد حيخلط على الأكسجينيتد بلد وهذا حينقص من الأكسجينيشن أوف ذا سيستميك سيركوليشن وحيسبب فيه إيرلي سيانوسز. Often associated with ASD, resulting in right to left shunt and presents with early cyanosis. القسم الأخير من congenital heart disease اللي هي obstructive congenital heart disease، وهذه بيكون فيها obstruction للblood flow. The obstruction ممكن يكون at the level of the valve زي ما في aortic stenosis أو pulmonary stenosis، وممكن يكون the obstruction موجود في الأورطة زي في حالة coarctation of the aorta، وهذه هي the most important and more common، وهذه اللي حنتكلموا عليها بالتفصيل. إذا كلمة coarctation of the aorta تعني narrowing of the aorta. coarctation يعني في narrowing or constriction. constriction هذا حيكون موجود في الأورطة وهذا حيعمل obstruction للblood flow. يقسم إلى نوعين اللي هو الانفانتايل والأدلت فورمز. طبعا التقسيمة هذه على حسب البريزنتيشن، يعني السيمتومز حتظهر على المريض في أثناء هو يعني في أثناء فترة الانفانت ايج من افتر بيرث، أو إن حيكون اسيمتوماتيك وتظهر عليها الأعراض في الأدلت لايف. فالقسم الأول هو الانفانتايل فورم، يسمى أيضا بريدكتال تايب، وهذا بيكون associated with BDA. كيف حيكون شكله؟ طبعا هنا عندنا الأورطة وهذا البرانشز of the great vessels البريكوسيفاليك والكومن كاروتيد والسابكليفيان أرتري، وبعدين حيكون في عندك obstruction أو stenosis في الأورطة. in the wall of the أورطة حيكون في stenosis. حيكون أيضا موجود عندك patent ductus arteriosus توصل ما بين البلمونري وما بين الأورطة. فالبلد اللي جاي من الأكسجينيتد بلد من اللنج إلى الليفت أتريوم إلى الليفت فنتريكل حينزل في الأسندنج أورطة والأرش أوف ذا أورطة، حتاخذ البرانشز أوف ذا جريت فيسل، هذه حتاخذ البلد اللي هو الأكسجينيتد بلد حتاخذه للهيد والنيك والأبر إكستريميتي، حيكون نورمالي أكسجينيتد ما فيش مشكلة. لكن هنا حيكون في أوبستراكشن، معناها كمية البلد الأكسجينيتد بلد اللي حتنزل للديسندنج أورطة ومنها إلى اللور إكستريميتي حتكون شوية. فهنا الشنط هذه البيتن دكتس أرتريوزس حدير شنطنج للبلد من البلمونري أرتري إلى الأورطة، باعتبار أن البريشر هنا أقل
في الليفت سايد، فحينتقل البلاد من خلال البيت اندكتس ارتريوزس، حينتقل من البلمونري ارتري اللي هو نون اوكسجينيتد بلاد، حينتقل الى الليفت سايد اللي هو الاوكسجينيتد اللي هو الارتيريال او سيستميك سيركوليشن، وهنا البلاد خير حيكون ليس اوكسجينيتد لانه صار فيه اختلاط ما بين الاكسجينيتد ونون اكسجينيتد، فهنا حيعطيك سيانوسس. لكن السيانوسس حيظهر وين؟ عند لور اكستريميتي، عند لور هاف اوف ذا بودي، فهنا السيانوسس حيكون موجود في اللور هاف اوف ذا بودي. اذا الانفانتايل فورم اللي هو بيسمى بالبريداكتال، وليش يسمى بريداكتال؟ كلمه بري يعني قبل، لان الاستينوسس موجود قبل الدكتس ارتريوزس، يعني مكان استينوسس حيجي قبل الدكتس ارتريوزس. The coarctation lies after the aortic arch but before the beta inductus arteriosus. Present as lower extremity cyanosis in infants often at birth. يعني البريزنتيشن بيكون منذ الولادة، حيكون الطفل عند أعراض السيانوسس في اللور اكستريميتي، واسوشيتد وذ تيرنر سيندروم. مهمة جدا الاسوشيشن هذه، البيشنت التيرنر سيندروم حيكون عندهم اللي هو الكواركتيشن اوف ذا اورتا اللي هو الانفانتايل فورم. النوع الثاني من الكواركتيشن اوف اورتا اللي هو يسمى اللي هو الادلت فورم، يسمى بالبوست داكتال تايب. هذا بيكون البريزنتيشن متاعه في الادلت لايف، يعني البيشنت حيكون اسيمتوماتيك طيلة فترة التشايلد هود، وتظهر عليه الاعراض في فترة الادلت لايف. فهذا حيكون خيرا is not associated with BDA، مش حيكون معاه patent ductus arteriosus. فلما نشوفوه هنا هذا الادلت تايب اللي هو البوست داكتل حيكون فيه ستينوسز، والستينوسز هذا مش حيكون عندك بيتن داكتس ارتريوزس، فحيكون مكانها اللي هو الليجامنتم ارتريوزم اللي هو رودومنتري بارت اوف ذا داكتس ارتريوزس. الداكتس ارتريوزس بعد يصير لها كلوجر افتر بيرث تتسكر وتتحول الى ليجامنتم ارتريوزم اللي هو الرودومنتري تيشو هذا. فهنا عندك ستينوسز، وستينوسز موجود بعد الليجامنتم ارتريوزم. هذا الادلت تايب بالمقارنة مع الانفانتايل تايب اللي بيكون فيه ستينوسز وبيكون بعد اللي هي البيت داكتس ارتريوزس مفتوحة ودير في شانتنج للبلد. اذا في حالة الادلت تايب فطبعا البلد الاكسجينيتد بلد جاي من اللنج الى الليفت اتريوم الى الليفت فنتريكل، ومن الليفت فنتريكل حيمشي الى الاورطة، حيمشي الى اللي هي البرانشز اوف ذا جريت فيسلز البريكيوسيفاليك الكومان كاروتيد والليفت سابك ليفيان. طبعا البلد حيمشي نورمالي اكسجينيتد، وهنا في obstruction، فالobstruction هذا حيخلي ان معظم البلد حيمشي في الاتجاه هذا، فحيمشي كمية كبيرة من البلد الى الابر لم الى الابر extremity والهيد والنك، فهذا حيسبب لك في hypertension in the upper extremity، hypertension في الابر extremity نتيجة ان كمية البلد اللي ماشية او مع الاورطة اغلبها حيمشي الى الابر اكستريميتي نتيجه وجود ستينوسز. هنا كميه الدم اللي حتكون ماشيه الى اللور اكستريميتي حتكون قليله جدا، فهذا حيسبب في هايبوتنشن اند ويك بالسز ان ذا لور اكستريميتي، فهذه مهمه جدا في الادلتس، وهذه احد اسباب السكندري هايبرتنشن كاركترستيك فيتشر لما يجيك مريض وعنده ارتفاع في ضغط الدم. لما تلقى ان الضغط موجود في الابر اكستريميتي في زياده في ضغط الدم في الابر اكستريميتي، بينما في اللور اكستريميتي حتلقى عندها هايبوتنشن وويك بالسز، فهنا تفكر على طول في الكواركتيشن اوف ذا اورتا. طبعا البيشنت حيكون اسيمتوماتيك وتظهر عليها الاعراض في الادلت هود، حتبدا عليها اعراض الهايبرتنشن associated with bicuspid aortic valve. bicuspid aortic valve هذه واحدة من الكونجينيتال ديفورميتي اللي حتكون في الاورتيك فالف، لان الاورتيك فالف نورمالي عندها 3 كسب 3 كسب، فهذه abnormality اللي هو يكون مكون من 2 كسب only، فهتكون associated مع الكواركتيشن اوف اورتا ذا ادلت تايب.
طبعا علشان ان يصير فيه باي باسنج للاوبستراكشن هذا اللي صاير في الاورطه، فحيكون في كولاترال سيركوليشن، حتطلع الكولاترال سيركوليشن. طبعا وظيفه الكولاترال سيركوليشن انها تعمل باي باس للاوبستراكشن، تتجاوز الاوبستراكشن، يعني الجزء اللي هو بروكسيمال اند ديستال تو ذا اوبستراكشن حيصير فيه كوميونيكيشن مع بعض عن طريق الكولاترال سيركوليشن. الكولاترال سيركوليشن هذه بتكون مينلي اللي هي الانتركوستال ارتريز، اللي هي الارتريز اللي تمر تحت الربز، فهي هذه الكولاترال سيركوليشن اللي حتكون كونجستد، يعني حتكون هي اللي توصل في الدم الى اللور اكستريميتي. اذا البرفيوجن اوف ذا لور ليمب حيكون اساسا عن طريق اللي هي الكولاترال سيركوليشن اللي هي الانتركوستال ارتريز، هذه حتوصل الدم من البروكسيمال اند ديستال تو ذا اوبستراكشن. فنتيجه الانجورجمنت والكونجيشن اللي حيصير في الانتركوستال ارتري حيكون في نوتشنج للربز، لان الارتري هذه حتمر تحت الربز مباشره، فحتلقى فيه نوتشنج. نوتشنج اللي هو يعني تلقى ان الرب صاير فيه الريجولاريتي في السيرفس نتاع البون نتيجه شنو، اللي هو الانجورجمنت والكونجيشن اللي حيصير في الارتريز هذه، فحيصير عندك نوتشنج اوف ذا ريبز، وهذه امبورتنت دياجنوستيك فيتشر في الاكس راي. اذا الكولاترال سيركوليشن ديفلوبز اكروس ذا انتركوستال ارتري، انجورجد ارتري كوز نوتشنج اوف ريبز اون اكس راي.